وخامسا تفعيلا للبرنامج الحكومي كيتضمن مشروع القانون المالية إجراءات كتقوم لتحسين ديال الدخل ديال المتقاعدين. تماشيا مع مقتضيات الاتفاق الاجتماعي لعشية فاتح ماي 2022، قامت الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم إلى 1320 يوم، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد واللي وصل والمتوفر على 1320 من الاشتراك في استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل. كما قررت الحكومة الزيادة في المعاشات لي بونسيون ب 5% مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا، وبأثر رجعي رجعنا ل 2020 لفائدة المحالين على التقاعد بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والبالغ عددهم 600,000 متقاعد في القطاع الخاص. ومن خلال إعدادها لمشروع قانون المالية، استجابت الحكومة لمقترحات الشركاء الاجتماعيين وعملت على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد بكلفة بالنسبة لخزينة الدولة حوالي 500 مليون درهم، ويسمح هذا الإجراء للمتقاعدين بمدخول إضافي قد يصل إلى حد أعلاه إلى 532 درهم. هذا ذاك لابطمون اللي كان 60% نوصلوه ل 70%. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة بكل مسؤولية بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023، وذلك وفق مقاربة تشاركية شمولية ومستدامة. وإن هذه الحكومة عازمة إن شاء الله على عدم توريط ملف التقاعد كما ورثناه نحن، فقمنا بإطلاق حوار مفتوح وبناء بين مختلف الشركاء بهدف وضع منظومة للتقاعد مشكلة بين قطبين عمومي وخاص، مبنية على إصلاح نظامي ومعياري بهدف استدامة مالية للصناديق التقاعد على المدى الطويل.